والله إن أسعد الرجال في هذه الدنيا هو رجل رزقه الله زوجة صالحة، امرأة تكون جيشه وحصنه وسنده وعضده ونصيره في هذه الدنيا بعد الله سبحانه وتعالى. من أعظم نعم الله على الإطلاق تلك الزوجة التي تذكرك بالله، تلك الزوجة التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا غبت عنها ذكرتك بالخير، هي تلك الزوجة التي تدعو لك في سجودها في قيامها في قعودها، تلك الزوجة التي قبلتك على أي حال كنت في سرائك وفي ضراك عند الشدة وعند الرخاء، تلك المرأة التي يستوي عندها عطاؤك وحرمانك، قلة يدك، تلك المرأة التي كلما أهمك هم كانت لك سكينة وطمأنينة وترياق، إذا ظفرت بها فإياك أن تفارقها وإياك أن تخسرها، فلن تجد مثلها أبداً.